بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم في موكب الدعوة. هل لكم من كلمة أخيرة شيخ صالح في ختام هذا اللقاء؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ويوفق المسلمين لما فيه الخير والصلاح لدينهم ودنياهم، وعلى المسلمين جميعا أن يعرفوا وقتهم ويعرفوا مكانتهم ويعرفوا زمانهم ويعرفوا العدو من الصديق. عليهم أن يعرفوا العدو من الصديق، وأن يقبلوا من الناصح وأن يرفضوا العدو ولو تظاهر لهم بمظهر الناصح ومظهر المشفق والصديق. فإن العدو لا يكون صديقا أبدا مهما تظاهر، ولكن الناصح هذا هو الصديق في الحقيقة، وإن رأيت منهما ما لا تقبله في أول الأمر. يعني لو واجهك بشيء تكرهه من أخطائك ومن فإنه خير لك ممن يمدحك ويثني على جميع أعمالك. فالذي يذكر لك شيئا من عيوبك هذا هو الناصح، وهذا خير لك، وإن كرهت بعض مصارحته لك خير لك من هذا الذي يتملق ويمدحك ويزكي جميع أعمالك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأ أهدى لعمر عيوبه. هكذا أهدى لعمر عيوبه، هدية، اعتبرها هدية لأنها نصيحة. فالناصح لا شك أنه هو الصديق، وإن رأيت أنه عدو لكنه صديق في الحقيقة. والمنافق والغاش هو عدو، وإن تظاهر لك بمظهر الصديق والناصح. وعواقب الأمور تبين هذا، فعلى المسلمين أن يقبلوا من الناصحين. ولهذا لما حصل الهلاك على قوم صالح عليه الصلاة والسلام وأخذتهم الصيحة، قال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. هكذا فالواجب على المسلمين أن يعرفوا هذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.